طيب معانا عائشه من القاهره. عائشه مساء الخير. مساء الخير حبيبتي. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. سؤال. انا مبسوطه جدا جدا ان حضرتك مستضيفه الدكتور نزيه، ده بيقول لنا حاجات معلومات والله انا فرحانه جدا عشان خاطر نفسي اساله الكبار ياكلوا ايه، اللي اكتر من 60 سنه ياكلوا ايه لو سمحت. طيب انت عارف ان احنا ما بنقدرش نقبل على الاكل قوي زي ما كنا في الشباب، فعايزين اي حاجه كده بعد اذن حضرتك تدينا تدهلنا كده. الله يسعدك يا رب. اشكر حضرتك يا استاذ عائشه. طب هناخد سؤال مدام ايمان كمان ونجاوب عليهم. ايمان من بورسعيد. الو. ايوه ايمان ازيك؟ الله يسامح حضرتك، تحياتي لك لاسره البرنامج. اهلا بيك. انا اشكرك جدا على معلوماتك الجميله. اهلا بيك. قولي لي سؤالك. انا استاذه هند لو سمحتي عايزه اسال الدكتور موضوع السلطه، حضرتك بتتكلم عليها موضوع جميل جدا، ولكن في دكتور يقول لك لا ما تاكليش سلطه. طب تقول لي يا دكتور قال لي عشان الكلى. الدكتور بيقول لها ما تاكليش سلطه عشان الكلى. الدكتور بيقول لك ما تاكليش سلطه عشان الكلى. فانا عايز اسال حضرتك الاكل اللي احنا بناكله بالنسبه للناس الكبار برضه، اللي زي ما الحاجه ما كلمت دلوقتي على موضوع الاكل، الاكل اللي بناكله الناس الكبار. وبشكر حضرتك على البرنامج وكل سنه وحضرتك طيبين. شكرا يا مدام ايمان. يعني السؤالين تقريبا زي بعض، الاكل للكبار وايمان بس بتسال انه هي عندها مشاكل في الكلى والدكتور قال لها ما تاكليش سلطه عشان الكلى. هو اغلب الظن ان هي ما تقدرش تاخد سلطه عشان البوتاسيوم عالي في السلطه. البوتاسيوم للمرضى التضرر الكلوي طبعا بيبقى عبء كبير عليهم، فطبعا هي مش هتقدر تاكل سلطه بس، لا حتى كتير من الخضروات هي هتضطر تسلقها وترمي الميه بتاعتها عشان تستغنى عن عنصر البوتاسيوم. بس هيبقى العناصر التانية المفيده موجوده. موجوده بالظبط، بس السلطه البوتاسيوم ممكن، وبعدين هي ممكن يكون عندها مشكله في الاوكسالات، فهي لازم كانت الاخت توضح ايه نوع التضرر الكلوي اللي موجود بالظبط. انما طبعا احنا نحترم هذا الكلام، بلاش سلطه لو هي ما عندهاش مشكله في موضوع البوتاسيوم. بتعمل شوربه خضار وتحط عليها مورينجا، بتجيبها من عند العطار. مورينجا دي مهمه بالزبط. جدا بس لازم تجيبها من عطار كويس، لانه كويس الحاجات الاعشاب دي بتبقى الماده الفعاله فيها بايظه لو التخزين غلط. ده صحيح. يعني بديل طبق السلطه الخضراء لو هي ما عندهاش مشكله زي فشل كلوي او الكلى ما بتصفيش كويس، يبقى هتستبدلها بطبق شوربه الخضار اللي هتحط عليه المورينجا، لان هو كده اهو زائد طبعا ليمون زائد ربع معلقه كركم، هي كده تعتبر بتاخد خلاصه طبق السلطه الخضراء. بيقول لك الكركم لازم نحط عليه شويه فلفل اسود عشان يطلع الماده الفعاله. لان ماده البيبرين اللي جوه الفلفل الاسود بتعمل اكتيفيشن لماده الكركمين اللي موجوده جوه الكركم. في ناس تاخد معلقه كركم على فلفل اسود كل يوم. لا ده مش صح والله. لا ده يبهدل المعده فعلا. طبعا طبعا، ده هي نص معلقه كركم على بوله شوربه الخضار كلها. السؤال بتاع الاكل بتاع الناس اللي فوق 60 سنه المفروض ياكلوا ايه؟ سؤال الاستاذه عائشه وانا بشكرها جدا. طبعا احنا بناكل بالشكل ده، قلنا نشويات، بروتينات، سلطه خضراء. انا بقلل ده شويه، واللي انا بقله من هنا بزوده هنا. اقلل من النشويات؟ اقلل من النشويات، مواد الطاقه مش الغيها. لان الجسم محتاج كل حاجه. بس احنا في الدايت بنلغيها خالص يا دكتور، ده غلط؟ غلط جدا. غلط جدا. التوصيات حتى العلميه العالميه موضحه هذا الكلام، بس احنا تقريبا في بعض الناس بيبقى سماعها تقيل شويه. مش مشكله، بنقلل شويه مواد الطاقه، اللي بنقله هنا بنزوده هنا. البروتين ثابت، وخلينا نقول ان في العموم انا المقنن البروتيني بتاعي ينبغي انه يكون 125 جرام لحمه او ربع فرخه، اللي الفرخه كامله صافيه وزنها كيلو، يعني ربع فرخه هتبقى ربع كيلو، هيبقى 125 جرام فيها لحم و125 جلد وعظم. كل ما وزن الفرخه اصغر او اقل يبقى افضل؟ لا، هو لان الاحتياج 125 جرام عشان تصفي لي 24 جرام بروتين او 23 جرام بروتين. لان الانسان تقريبا محتاج 60 جرام بروتين في اليوم. ال 60 جرام بروتين البضايه فيها 6 جرام، ال 100 جرام لحمه فيها 18 جرام بروتين،
انا باخد 125 جرام وهو المقنن العالمي، ال 125 جرام هتديني تقريبا 23 جرام بروتين، يبقى 23 جرام بروتين مع 6 جرام من البضايا مع 4 جرام من كل رغيف عيش لان برضو فيه بروتين نباتي مع حته جبنه وزنها 50 جرام هاخد منها شويه، هاخد منها تقريبا 7 جرام بروتين، انا كده بجمع اجمالي ال 60 جرام بتوعي، ويفضل ان انا ما ازيدش عن ال 60 جرام لانه عبء على الكلى، فكبار السن اللي زي حالاتنا ينبغي ان هو ما يفرطش في البروتينات. بلاش اللحمه الكتير، بلاش الفراخ الكتير، هي ال 125 جرام، بلاش النشويات الكتير، نقل النشويات كتير. يعني الخضار والفاكهه اكتر حاجه، الخضار والفاكهه، ويا ريت الخضار يكون اهم لان الفاكهه مصحوب بيها سكريات. ولكن لا غنى عن البروتين لان البروتين بيدخل في تكوين الهرمونات، والهرمونات هي جزء من اجزاء المناعه، الجهاز المناعي. لازم مواد الطاقه. وخليني اوضح حاجه برضو افكر بيها نفسي، كنت دايما بقولها، انا عايز ابني شيء، عايز ابني حيطه، مش كفايه ان انا اجيب عربيه طوب تبقى الحيطه اتبنت، انا محتاج مونه ألزق بيها الطوب فوق بعض، ومحتاج بن يرفع لي كل طوبة فوقتها. إذن مفيش غذاء يشتغل فرد، لازم كله مع بعضه، يبقى لازم مواد طاقة النشويات، لازم معاها شوية بروتينات، معاها فيتامينات ومعادن وألياف ومركبات عضوية، لازم الوجبة تتركب كده. يعني ببساطة شوية فول بحطهم في نص الغيف عليهم شوية السلطة، يبقى سندويتش الفول وجبة متكاملة إذا اتعمل بالطريقة الصح ديت. فتة العدس، شوية العدس، شوربة العدس، أدي بروتين بقول. بفت فيها عيش رغيف وليمونة بقى، وعصري عليها بقى لسه كنت بقول امبارح ليمونة، بصل أخضر، باكل معاه بصل أخضر، وأنا بسلق العدس بسلق معاه طماطمية وجزراية. أنا نفسي لونين. في الطبق ده من امبارح قاعدة بحكي على الهوا، نفسي فيه من امبارح. خليني أفكر نفسي وفكر حضرتك بحاجة. فتة العدس هي وجبة مصرية عمرها 5000 سنة. أنا بالفطرة من غير ما أكون متعلم تغذية بأكلها صح. آدي كبش العدس، آدي الرغيف اللي أنا بفته، ودوري على الخمس ألوان هتلاقيه أكتر إحنا بنحط فيهم. البصل الأخضر على طول مع بصل أخضر، ورقتين جرجير، ليمون، وهنا بحط جزراية وطماطمية وأنا بسلق العدس. أنا كده باكل فتة العدس صح بالفطرة من غير ما أكون متعلم تغذية. الفول نفس القصة، يعني قدماء المصريين كانوا بياكلوا صح طبعاً.